سلام بنات، كي داير؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير. اليوم ان شاء الله غادي ندير رغيفات ساهلين وكيجو زوينين. من احسن حاجه الواحد يصايبهم نهار صباح العيد باش كيبقاو مقرمشين. رانا صايبتهم شويه قبل باش نشاركهم معاكم. المهم المقادير عندي: نص كيلو ديال الفورس، عندي نص كاس زيت وزبده، عندي جوج معالق كبار ديال الجلجلان يكون مطحون مزيان، عندي قبيصة ديال الملحة، نص معلقة ديال القرفة، راس معلقة ديال المسكة الحرة، ونص معلقة صغيرة ديال الخميرة ديال العجين. عندي نافع معلقة ونص، وعندي معلقة تاع حبة حلاوة بيضة، وثلاث المعالق ديال المزهر. نبداو على بركة الله. دابا غادي نبدا ندير الججلان. ونسيت ما قلتش لكم واحد شويه ديال الخرقوم على حسب اللون. نحرك هادشي هكا مزيان. صافي، دابا غادي نحرك شو مزيان. غنزيد البيضه، نبقى نزيد عليها شويه. غادي نزيد عليها المزهر. صافي، وكنجمعوها بالماء، كنحركوها مزيان داك البيض والمزهر. صافي، وكنبقاو نزيدو الماء غير بشويه بشويه حتى كتجمع لينا. المهم بعد ما خلطت العجينه ودلكتها غير شويه، غير حتى العناصر كيتجانسوا مع بعضياتهم، وخليت غطيتها وخليتها ارتاحت. دافي دابا غادي نبدا نقرصها. عندي زلافه فيها شويه ديال الزيت، زيت غير عادي. نبقى ندير شويه ديال الزيت، وغادي نديرهم قريصات صغار بحال المسمن، بحال هكا صغار. ونبقى غاده حتى ندير كلشي. المهم بعد ما كورتهم كاملين كنبقاو نديرو شويه ديال الزيت وكنقرصوها بحال المسمنه. كنرقوها مزيان من الوسط والجناب، وكنجمعوها بحال هكا على ربعة بحال اللي كنديرو مسمنة. صافي، وغادي نبقى غاده بحال هكا حتى نكمل كلشي. بعد ما قرصت كلشي كنغطيه
بلاستيكه باش ما كتنشفش لينا العجينه. صافي غندير شويه الزيت غنبدا نقرص. درت الزيت كيسخن المهم بعد ما قرصتهم نقطعها على 4 بحال هكا بحال هكا. انا كنديرهم غير صغار وانتم كيبقى لكم الاختيار. ماما هو الزيت عندي سخن مزيان غادي نرمي صافي كنبقى نهز ونرمي الزيت شويه تكون زايده. باش يتنفخ صافي وغنحط حدايا العسل كي غيطيبو نبقى نطفيهم. ها هو العسل غنطفيهم في العسل حتى ما تسقطرو غير نقلبوهم ما نتعطلوش عليهم باش يتنفخو. صافي وكنبقى بحال هكا نقرص ونقطع ونرمي في نفس الوقت. ها الرغيفات ديالنا وجدوا. من بعد ما وجدوا رشت عليهم شويه زنجلان كيجيو مقرمشين وزوينين. كنتمنى تجربوهم ويعجبوكم. السلام عليكم. الفيديو الجاي ان شاء الله ونقول لكم راه عيد مبارك سعيد ويدخل لكم بالصحه والسلامه واش ما كنتمناو. السلام عليكم.